الشعبوية فكرة قائمة أساساً على جزئين: الفصل النهائي والحاد بين شعب نقي ونخبة نقي، والشعب مسروق ومظلوم مقابل نخبة سارقة وفاسدة. هذا الجزء الأول. والجزء الثاني هو اعتبار أن السياسة لابد أن تكون تعبير على لا فولونتي جينيرال، على الإرادة العامة. بطبيعة الحال زوج أجزاء هذوما عندهم استتباعاتهم الأخرى نجم نفصلوا فيها الحديث، ولكن بكل ما يمكن أنه يجي من زوج أجزاء هذوما يمكن اعتبار أنه رئيس الدولة قيس سعيد شخصية شعبوية بامتياز في كل خطاباته منذ 2011، مش فقط من 2019، كان معادي للنخبة وخاصة مقدس لفكرة هولمية اسمها الشعب. فكرة الشعب ما هيش موجودة، ولكن في ذهن الشخصيات الشعبوية وفي ذهن رئيس الدولة هو موجود وهو يعبر عليه مباشرة. ومن الجهة أخرى النخبة أيضا هي نخبة واحدة غير متعددة غير منقسمة، كلها فاسدة ورئيس الدولة يعادها. بطبيعة الحال فما أجزاء أخرى اللي كلها مهما كان التوجه في دراسة الظاهرة الشعبوية كلها تجتمع باش تقول أنه رئيس الدولة شخصية شعبوية. الشعبوي مش بالضرورة عارف أنه شعبوي، لأنه خطابه قائم أساساً على الفكرة متاع اللي هي إيديولوجيا في الأخر متاع معاداة الشعب والنخب. فما شكون يستعملها كتقنية كآلية، وفما شكون مقتنع بها، ولكن هل أنه واعي بنفسه شعبوي؟ أعتقد أنه في علاقة بقيس سعيد أنه فعل روحه اتهمت أنه هو شعبوي، ولكن ينجم يقول على روحه اللي يحب. بالتحليل العلمي ما نجم يكون كان شعبوي. هل أنه المسار الثوري يمكن أن يكون مسار دائم أم لا؟ تروتسكي كالعام كتب كتاب اسمه الثورة الدائمة، ولكن فكرة الثورة الدائمة وفكرة الثورة يمكن أن تكون مخالفة ونقيضة لفكرة بناء الدولة وبناء مؤسسات. مهما كانت الإرادة الثورية بالضرورة لابد من بناء مؤسسات. هل الشعبوية قادرة على التفاعل مع المؤسسات التي تم بناؤها، أم هي طارحة تطرح أفكار جديدة وبناء مؤسسات جديد؟ رئيس الدولة منذ 2011 يطرح في بناء مؤسسات جديد، لا أعتقد أنه يناسب تماما ما تم بناؤه منذ 2011. إرادة بناء مؤسسات ديمقراطية، قلت إرادة ما قلتش بناء مؤسسات ديمقراطية، لأنه صار برشا إخلالات برشا انحرافات على مسار منذ 2011 لليوم. فكرة أنه الشعبوية ممكن أن تكون بديل عن الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية الليبرالية في العالم مطروحة ومسألة تناقش. حسب رأيي أعتقد أنه الشعبوية لا يمكن أن تكون بديلة وبديل لبناء مؤسسات ديمقراطي لسبب أساسي وبسيط، هو أنه أكثر تيار يمكن أن ينحرف بالمسار الديمقراطي وبمسار الحريات هو الطرح الشعبوي. الفكرة ما هيش موجودة في تونس كهو، نجم نرجع للعشرينات والثلاثينات متاع القرن العشرين مع الفاشية والنازية، ولكن أيضا كل التجارب الشعبوية في العالم أدت إلى مسارات مش بالضرورة تناسب وتلائم الطروحات الديمقراطية. نحكيه على مودي في الهند، نحكيه على أوربان في المجر، شفنا ديرنيير مو شنيا صار في أمريكا مع دونالد ترامب، ونشوفوا شنيا قاعد صاير توا في البرازيل مع بولسونارو، والأمثلة متعدة. أنا أعتقد حسب رأيي أن الشعبوية لا يمكن أن تكون إلا تحطيم لمؤسسات الديمقراطية الكلاسيكية. لهنا يمكن أن نناقش هل هي ما زالت قادرة على تأمين دورها الكلاسيكي التاريخي، ولكن أعتقد أنه بديلها ليس بالضرورة ديمقراطي وليس بالضرورة يعبر عن الإرادة الشعبية، هو ينحى أكثر نحو حكم فردي مش فقط في تونس ولكن في عديد التجارب في العالم. الفكرة هي أنه رئيس الدولة قيس سعيد يعتقد أنه يعرف ماذا يريد الشعب. لهنا عن أي شعب نتحدث؟ في الفكر السياسي الليبرالي الكلاسيكي الشعب هو شعب مواطنين، يعني أن المواطنين هم الذين يكونون الشعب، ولكن بالنسبة للشعبويين عادة الكلاسيكيين الشعب هو إما شعب طبقي، بمعنى أنه أحد طبقات المجتمع عادة اللي تكون الطبقات الأكثر تفقيراً والأكثر تهميشاً هي الشعب في مواجهة كل الطبقات الأخرى، أو بالنسبة لليمينيين هي طبقة إثنية
بمعنى عرقية، شفناها عند الألمان، شوفوها عند الفرنسيس، شوفوها عند الطليين خاصة اللي هما أقرب أمثلة لنا. بالنسبة للشعبوية في تونس، الشعب هنا شعب أخلاقي، شعب غير سارق، شعب غير فاسد. والشعب هذا قيس سعيد يرى نفسه تمثيل ليه، مش تمثيل ليه فقط، تمثيل ليه منذ أصبح رئيس الجمهورية بالمواصفات الكلاسيكية، ولكن أصبح تجسيد للشعب. رئيس الجمهورية، رئيس الدولة اليوم ما يمثلش الشعب، يجسد الشعب. بالتالي هو مستبطنها إلى درجة أن كل ما يريده قيس سعيد هو ما يريده الشعب، وما يريده الشعب يعرفه قيس سعيد. وشفناها في فيديو الأخرانية اللي تعدات وقت لقاء رئيس الدولة، أنا أقول للشعب التونسي أن الشعب يريد. فكرة الدولة في حد ذاتها تفترض وجود نخبة، فما قانون للوا دي راندو لوليغارشي حكي عليها روبير ميكيلز من 1913، أن كل تنظيم بالضرورة ينتج نخبته. الدولة لا يمكن أن تحكم إلا بنخبة، نخبة بيروقراطية، نخبة سياسية عندها وسائل هيمنة على مقولة لويس ألتوسير، إما مادية أو إيديولوجية، وبالتالي عندها أيضا نخبتها الثقافية. أعتقد أن قيس سعيد معادي للنخبة الحالية، ولكنه بالضرورة مهما كان مشروعه سوف يحمل نخبة جديدة للدولة. إذن هو معادي يمكن لفكرة النخبة، ولكن عمليا هو معادي للنخبة الحالية ويريد تعويضها بنخبة جديدة. ولا يمكن لأي منظومة حكم مهما كان شكل النظام إلا أن تحكم عن طريق نخبة. لهنا هذا من التناقضات اللي ما يحملهاش فقط رئيس الدولة، ولكن يحملها كل الشعبويين في العالم، إنه هما يقولوا اللي هما معادين لفكرة النخبة في حد ذاتها ويعبروا عليها بمعاداة النخبة القائمة الاستابليشمنت، ولكنهم عمليا هما قاعدين ينجوا في نخبة جديدة باش تكون استابليشمنت جديد، مما يمكن أن يعيد عملية إنتاج معاداة النخبة الجديدة من قبل إما النخب القديمة أو النخب الصاعدة حديثة. ما نعرفش شنو يحب قيس سعيد وماذا يفكر قيس سعيد، ولكن خلينا نشوفوا التيارات الشعبوية موقفها من الإعلام ونشوفوا هل هذا يتناسب مع قيس سعيد أم لا. مودي في الهند ما عمره ما عمل انترفيو، أوربان اشترى الصحفيين حطهم في الحبس، دونالد ترامب كان يهاجم بطريقة حدية كل وسائل الإعلام الكلاسيكية وحتى وسائل الإعلام البديلة. كان يمكن لرئيس الدولة أنه ما يحبش يتعامل مع وسائل الإعلام التقليدية الفاسدة التي تم اختراقها بالمال، كان يمكن أنه يتعامل مع وسائل الإعلام البديلة، عمل انترفيو مع نواة قبل الانتخابات، كان يمكن يرجع للنواة ويعمل معها انترفيو. ولكن الإشكالية عند الشعبويين شنية؟ احنا قلنا انه قيس سعيد والشعبويين لا يمثلون الشعب ولكن يجسدونهم، اذا بالتالي التواصل مع الشعب كيفاش يصير؟ يصير بطريقه مباشره. اي جسم بديل، اي جسم وسيط، اي هيكل موجود في الوسط، اسمه برلمان، اسمه قضاء، اسمه اعلام، اسمه نقابات، اسمه مجتمع مدني، اسمه احزاب سياسيه، هو بالضروره ضد ويمكن ان يحرف الاراده الشعبيه الى القائد الملهم يعرفها. بالتالي واحد من الأجسام الوسيطة المهمة هو شنو؟ هو الإعلام. بالتالي يصبح رئيس الدولة قيس سعيد وأي شعبوي كيفه في العالم معادين لوسائل الإعلام، وهذا السبب الأساسي حسب الرأي اللي يخلي رئيس الدولة ما يحبش يتعامل مع وسائل الإعلام. يمكن زادة لأنه ما يحتملش فكرة الرأي المخالف، يمكن نقوله، يمكن لأنه ما يقبلش فكرة أنه الشخص اللي يحاور فيه نجم يوريه التناقضات متاعو، نجم يسألو أسئلة محرجة، نجم يسألو شنو الفرق ما بين الدولار واللورو. فكرة الشعبوية قائمة على فكرة أساسية، واحدة من الأفكار الأساسية متاعها هي أن القائد هو قائد ملهم، هو قائد عظيم، هو قائد يعرف شنو يحب الشعب والشعب يعرف ويحبه. هذا يخلق، ونشوفوا التيارات الشعبوية الكل خلقت زعامة. زعامة في السياسة ضرورية مهم، والهيمنة الكاريزماتية يحكي عليها ماكس فيبير على أساس أنها أحد أساليب الهيمنة التقليدية العادية اللي ممكن أنها تكون موجودة. ولكن وقت نشوفوا أنه الزعيم في وسط المؤسسات هذا ما فيه حتى خطر، لأنه تصبح المؤسسات قادرة على الدفاع عن نفسها. مجنون كما دونالد ترامب لم يكن قادرا على فعل ما يريد بالدولة الأمريكية، لأنه وجد قدامه مؤسسات قوية، وجد قدامه كونغرس، وجد قدامه محكمة عليا. وكل الشعبويات أول ما تطرح على فكرة تطرح تعويض الدساتير، تغيير الدساتير،
ومهاجمة كل الأجسام التي ممكن أن تراقب العمل متاعها. أعتقد أنه الشعبوية إذا لم تجد مؤسسات قوية قادرة أنها تدافع على نفسها، قادرة أنها تدافع على الدولة، فإنها بالضرورة سوف تعوض المؤسسات بشخصية القائد. ونهار تاني نعوض المؤسسات بشخصية القائد نطيحوا في اللي حكى عليه أفلاطون في الانتقال من النظام الديمقراطي إلى الاستبداد عن طريق شخص يقود الشعب يقول له أنه هو المخلص متاعه، يتسمى لوديماغوغ، لوديموس أغيوغوس، اللي هو يأخذ السلطة ويصبح الحكم متاعه قائم مش على تطبيق القانون، مش على إنفاذ القانون، وإنما على تعويض القوانين وإنفاذ قوانين جديدة الهدف منها حاجة برك، الحكم عن طريق الخوف. اليوم قيس سعيد دكتاتور، دكتاتور بمعنى القانون. الإشكالية مع الاستبداد، هل يمكن أن يتحول الدكتاتور إلى مستبد؟ أعتقد أنه ما نعرفش شنية نية رئيس الدولة، ما يعلنه هو أنه مازال متشبثا بالديمقراطية، ولكن غدوة ما نعرفش شنية يصير. أعتقد أنه مهما كانت درجة صدق رئيس الدولة ومهما كانت درجة حسن النية متاعه، المانع الوحيد لتحول أي شخص، أي فرد، أي تنظيم من تنظيم ديمقراطي يشارك في الحياة السياسية كما الشعبويين اللي هم قابلين اللعبة السياسية، اللعبة الديمقراطية، ويشاركوا فيها يربحوا فيها وإلا يخسروا فيها، المانع الوحيد لأنهم يتحولوا إلى شخصيات مستبدة ونخرجوا من الباراديغم متاع الشعبوية، نمشيوا الباراديغم آخر متاع الاستبداد، هو المؤسسات. إذا كان تم ضرب المؤسسات وإذا كان بنينا مؤسسات ضعيفة كذلك كما حصل في الفترة ما بين 2011 و2021، إنه المؤسسات تصبح تفقد سبب الوجود متاعها الأساسي، تمثيل الناس، في الحالة هذه أي شخص مهما كانت درجة إيمانه بالديمقراطية سوف يتحول بالضرورة إلى شخص تحرك النزعة الداخلية الكامنة في داخله متاع الرغبة في الانفراد بالسلطة، ولهنا يتحل الباب للاستبداد.